ونبدأ مع الكلمة الرئيسية لليوم الثاني من المؤتمر، ويلقيها المهندس عمران شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل من مركز محمد بن راشد للفضاء، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله، صبحكم الله بالخير. في البداية حبيت أني أشكر مركز الإمارات البحوث والدراسات الاستراتيجية على الاستضافة الكريمة وعلى تنظيم هذا الحدث المهم حوار أبوظبي، اللي يتم فيه نقاش عدة أمور مهمة تخص دولة الإمارات والمنطقة والعالم بصورة عامة، التطورات المختلفة اللي عندنا والتحديات اللي نواجهها. واليوم إن شاء الله بتكلم عن مشروع أطلق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد في صيف 2014، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. شو هذا المشروع؟ شو أهدافه؟ ولماذا دولة الإمارات قررت أنها تتجه إلى الكوكب الأحمر، كوكب المريخ؟ ليش دولة الإمارات بدأت البرنامج الفضاء؟ ليش انتقلنا من دولة مستخدمة لخدمات فضائية من بداية تأسيس الدولة إلى دولة تمتلك أنظمة فضائية في التسعينات بإطلاق القمر الاصطناعي الثريا اللي تمتلك اتصالات، شركة اتصالات، من ثم في 2009 إلى دولة مصنعة للأقمار الصناعية، وفي 2018 إلى دولة مصنعة للأقمار الصناعية في أرض دولة الإمارات. هناك سببين رئيسيين ليش دولة الإمارات اتجهت إلى المريخ. صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب سمو الشيخ محمد بن زايد اتكلموا عن هالموضوع في عدة محافل. السبب الرئيسي الأول هي التحديات الوطنية اللي عندنا في دولة الإمارات. التحدي الأول هو خلق بيئة تدعم الاقتصاد التنافسي على مستوى العالم، اقتصاد ما بعد النفط، اقتصاد مبني على المعرفة، اقتصاد مبني على الإبداع، اقتصاد مبني على الابتكار. السبب الثاني الأمن الغذائي. السبب الثالث الأمن المائي. السبب الرابع أمن الطاقة. ليش المريخ؟ شو يخص المريخ في الأمور؟ صاحب السمو، فكرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد كانت إذا أنا أبا أوجد حلول لهذه التحديات اللي حالياً أنا يعني أستعمل أو أعتمد على تكنولوجيا يتم توريدها من الخارج إلى الدولة، لازم يكون عندي قطاع في دولة الإمارات، قطاع العلوم والتكنولوجيا. الدولة استثمرت سنين في ابتعاث وتعليم مهندسين، في تأسيس كليات تقنية في الدولة، جامعة خليفة، جامعة الإمارات، وخلق بيئة محفزة من ناحية المسار الوظيفي حق الشباب والشابات الإماراتيات أنهم يدخلون في هذا المجال. ولكن المهندس هو الشخص اللي يأخذ العلم ويحوله إلى منتج، إما تجاري أو منتج استعمله لأواجه التحديات اللي عندي في الدولة. ولكن من يطلع بالمعرفة الجديدة؟ العالم اللي كان يدرس تخصصات علمية في السابق عندنا في الدولة، الفرص من ناحية العمل أو المسار الوظيفي كان جدا محدود. أما أنه الشخص مثلا بيدرس في المدرسة أو في جامعة أو في بعض المختبرات اللي عندنا في الدولة، فرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد كانت نفس ما خلقنا
مسار وظيفي للمهندسين على مدى 47 سنة اللي مضت على تأسيس الدولة، نبغى نخلق مسار وظيفي للعلماء. العالم يطلع بمعرفة جديدة، والمهندس يأخذ هالمعرفة ويحولها إلى منتج. قطاع العلوم والتكنولوجيا مكملين لبعض. والشيء الثاني اللي أحد الأهداف اللي وضعناها صاحب السمو الشيخ محمد حتى يعني يلسم على الفريق ووضع يعني متطلبات المشروع، أول شيء قالنا بتبنون المسبار ما بتشترونه، بتتعاونون مع الغير، ما بنبدأ من الصفر، بنبدأ وين انتهوا الآخرين. وهذا عند هالطريق حتى بدينا البرنامج الفضاء الإماراتي في 2006. صاحب السمو أمر بتأسيس مركز محمد بن راشد للفضاء، كان مبني على تعاون بينه وبين كوريا الجنوبية. أنا كنت ضمن الفريق اللي عاش في كوريا الجنوبية حق 7 سنين، اشتغلنا على مشروع دبيسات 1. نسبة المشاركة الإماراتيين في هذا المشروع كانت حوالي 30%، وكان يعني من ناحية شو اللي هو يعني supervised work نوها ترانسفر. الحمد لله أطلقنا المشروع في 2009. هذا كان أول قمر استشعار عن بعد دولة الإمارات بدقة 2.5 متر للصورة. وبدينا المشروع الثاني دبيسات 2، بعد كنا في كوريا، ولكن شو كان التوجه من صاحب السمو الشيخ محمد؟ إن هالمرة لم يكن تعاون. فنسبة المشاركة دولة الإمارات في المشروع هذا كانت حوالي 50%، وكان تعاون. نحن مسؤولين عن أجزاء وجزئيات معينة، وشركائنا في كوريا الجنوبية مسؤولين عن جزئيات معينة، وكان نظام جديد من الصفر بدينا، وقدرنا أن ننجز أو يعني نطلق المشروع في 2000 الحمد لله للفضاء في 2013، ودقة القمر الصناعي كانت متر من ناحية دقة الصور. وخليفة السادس مثل ما تعرفون تم تصنيعه بالكامل في دولة الإمارات بدقة 70 سنتيمتر بأيادي إماراتية، شابات وشباب إماراتيين. فمن وقت المشروع مسبار لما الشيخ أطلق يعني قبل ما يعلن عنه، قال مثل ما بديتوا ويا برنامج الاستشعار عن بعد، نفس الشيء تبدون في برنامج اللي هو الديب سبيس. اشتغلوا مع الغير، التعاون الدولي مع جهات مختلفة. وخلينا نكون صريحين، أول مرة دولة الإمارات تتجه للمريخ، 50% من المهمات اللي تم إرسالها إلى الكوكب الأحمر فشلت. تحدي كبير. على أساس تعاوننا مع جامعة كولورادو، هم يعني شركاء استراتيجيين عندنا في المشروع اللي يقومون بتدريب الفريق اللي عندنا في المركز في الجوانب اللي ما عندنا خبرة فيها. فهذا يغطي السبب الأول. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد كانوا يبون يبنون اقتصاد مبني على المعرفة، وبغوا يخلقون بيئة تحفز خلق قطاع العلوم والتكنولوجيا. والحلو في الفضاء، عادي الناس يقولون ليش الفضاء؟ عندنا خيارات أخرى عن طريق الجامعات، عن برامج يعني بحثية أخرى. الحلو في الفضاء أنه في وقت زمني معين فيحطك أمام هذا التحدي. الشيء الثاني الحلو في الفضاء بعد يعطيك التحدي أن إذا هذا الشيء اشتغل في الفضاء بنجاح بيشتغل على الأرض، وكمعيار لدول العالم كسمعة يعطي سمعة لقطاع الصناعات عندنا في دولة الإمارات وإمكانيات دولة الإمارات. على سبيل المثال نتكلم عن اليابان، واحد ما بيقول مثلا هذه الشركة اليابانية أو مثلا شركة تويوتا اللي بنت هذا الشيء، بيقولون هذا منتج ياباني خلاص، مو مهم شركة جديدة، شركة من 50 سنة تم تأسيسها بخبرة، عندها هرتج ما عندها هرتج. اليابان سمعتها كدولة إن هي دولة منتجة للتكنولوجيا المتقدمة بجودة عالية بغض النظر عن الهيرتج من شركة ستارت اب ولا تكون شركة قديمة. ولكن في دول أخرى بتقول لا، من كم سنة هالشركة شغالة في المجال؟ If it's a startup, no, I'm not gonna work with them. بتفاداهم. فهذه أحد الأسباب. السبب الثاني بطابع سياسي جيوسياسي.
ليش صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد وصاحب سمو الشيخ محمد بن راشد أمروا بهذا المشروع؟ ووضعوا تحدي كبير قدام الفريق. كانت سنة 2014، نهاية 2013 أكون صريح معكم. قالوا قبل 2 ديسمبر 2021 نبى دولة الإمارات تحتفل بإنجاز كبير بالوصول إلى المريخ. فلو تحسبونها أنتم من 2014 بدايات لين 2021 2 ديسمبر 2021 سبع سنين. مشاريع نفس هاي الدول الثانية كلهم يعني أنجزوها في مدة تستغرق بين 10 سنين إلى 12 سنة. هم يطلعون بنموذج إماراتي في تنفيذ هذه المشاريع. وايد من الناس يتحرون أن دولة الإمارات تصرف فقط، تحط الفلوس هكذا. لا، والفكرة كانت أن ما نتبع نموذج دول أخرى، أن البرامج الفضاء اللي فيها تكلف بالمليارات، لا، نطلع بنموذج إماراتي فعال من ناحية التكلفة، فعال من ناحية الجدول الزمني، فعال من ناحية التأثير، الإمباكت، disruptive impact. فهاي كانت رسالة للشباب العربي. نحن نتكلم عن منطقة قبل 800 سنة كانت تنتج للمعرفة، أرض الحضارات، منطقة نموذج للتسامح. الديانات السماوية طلعت من هذه المنطقة، والعلماء اللي كانوا عايشين في هالمنطقة، العرب والمسلمين والغير المسلمين، كانوا جزء من المنظومة اللي كانت عندنا هنا، والتسامح كان سبب أساسي في هذا الشيء. فالرسالة من حكومة دولة الإمارات إلى الدول العربية، ولننظر الوضع الحالي في المنطقة مثل ما تكلم عنه سعادة اللواء رشاد السعدي البارحة، وضع غير مستقر. فالرسالة أن إذا دولة الإمارات تقدر تنجز هذا الإنجاز، أنتم يا عرب يا شباب العرب تقدرون تنجزون إنجازات أكبر. خلنا نضع الفروقات وننساها ونركز على التعاون. خلنا نشتغل مع في تطوير الدول والمنطقة ونبتعد عن الصراعات، لأن إحنا نتكلم منطقة فيها أكثر من 100 مليون شاب وشابة، واللي شفناه في السنوات اللي مضت وايد منهم قاعدين إما يهاجرون ويطلعون من المنطقة وقاعد نخسرهم، وهذا ما قاعد يساعد على استقرار المنطقة، واللي في المدى البعيد ما بيساعدنا كدولة الإمارات، أو إنهم قاعدين ينضمون إلى جماعات ما نبغاهم ينضمون إليها، وقاعدين يستغلون مثلا هالأفكار بالطرق السلبية أو الخاطئة. فهذه هي الأسباب الاستراتيجية لمشروع مسبار الأمل، مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ. ولهذا السبب أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد اسم مسبار الأمل على هذا المشروع. أمل لشباب العربي، أمل لشباب المنطقة، أمل لشباب الإمارات. يعني المشروع بكبرة مركز على الشباب، لأنهم بيقودون المستقبل. فالحين بدخل في بعض التفاصيل، شو هو مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ؟ شو بنقوم بنحنا؟ طبعاً أول مسبار عربي يتم إرساله إلى الفضاء الخارجي أو ديب سبيس لاستكشاف كوكب آخر. له أهداف علمية، وأحد المتطلبات اللي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد للفريق أن الأهداف العلمية نشتغل عليها تكون أهداف جديدة، أسئلة علمية لم يتم الإجابة عنها في السابق. ولهذا السبب بتكون هي عبارة عن أجهزة علمية على المسبار، طبعا المسبار غير مأهول، لدراسة العلاقة بين الطبقة السفلى والعليا للغلاف الكوكب المريخ. شو يميز نحن مسبارنا على المسابير الأخرى؟ هل المسابير الأخرى قامت بدراسة الغلاف الجوي للمريخ؟ هي نعم. والعلاقة بين الطبقة السفلى والعليا؟ هي نعم. ولكن في وقت محدد من اليوم وفي موسم محدد. المريخ ترى اليوم الواحد في المريخ عبارة عن 24 ساعة و48 دقيقة.
حد يعرف شو طول السنة في كوكب المريخ؟ سنتين على كوكب الأرض. والمريخ لأربع مواسم بعد. فدولة الإمارات عن طريق المسبار لأول مرة بيكون بتقوم الدولة بتزويد المجتمع العلمي حول العالم بصورة كاملة وشاملة في أوقات مختلفة من اليوم في مواسم مختلفة حول الكوكب الأحمر للعلاقة بين الطبقة السفلى والعليا للغلاف الجوي. وليش الكوكب هذا انتقل من كوكب حي إلى كوكب ميت؟ لأن العلماء لهم وجهة نظر أن في احتمالية كبيرة أن الكوكب هذا قبل 4 مليار سنة كان شبيه بكوكب الأرض. شيء حصل في هالكوكب أنه فقد غلاف الجوي وتحول إلى كوكب ميت. فهذا الشيء اللي يميز مسبار الأمل عن المسابير الأخرى. وهذا هو الجدول الزمني للمشروع. الحمد لله طبعا تم إطلاق المشروع في منتصف 2014 رسميا. فرصة الإطلاق للمريخ تأتي مرة كل سنتين، عشان نوصل في سنين قبل 2 ديسمبر 2021 لازم نطلق في 2020. والفرص تكون كانت من هاك الوقت في 2014 2016 2018 2020. فإذا ما أطلقنا في 2020 الهدف هذا ما بنقوم بتحقيقه. وطبعا احنا كانت التوجيهات واضحه، تبنونه ما تشترونه، فنحتاج على الاقل 5 سنين أو 6 سنين لبناء المسبار. والحمد لله الحين انجزنا يعني عده مراحل في المشروع. المسبار يعني انتهى من مرحله التصميم وانتهى من مرحله ايضا التصنيع، والحين الحمد لله في مرحله الاختبار. وهالمرحله بدات بدايه هالسنه وبتكمل لين قبل الاطلاق، والاطلاق ان شاء الله بيكون في صيف 2020. الرحلة بتستغرق 7 شهور لما نوصل الكوكب الأحمر، ففي بدايات 2021 إن شاء الله بنوصل الكوكب الأحمر. المسبار بيكون يتحرك بسرعة 128 ألف كيلو متر في الساعة وهو متجه للكوكب الأحمر، وباستخدام نظام الدفع اللي عندنا في المسبار. ولازم نستعمل هالنظام الدفع لتخفيف سرعته إلى 18 ألف كيلو في الساعة في وقت زمني معين بصورة أوتوماتيكية. طبعا إذا المسبار صار بسرعة أزيد بنطوف المريخ، إذا صار بسرعة أقل عقولتهم بالكراش إنتو مارس. فهذا بيكون بداية 2021، واللي بيعطينا وقت إن شاء الله نوصل إن نشغل الأجهزة العلمية نأخذ بيانات، وقبل 2 ديسمبر أو على 2 ديسمبر 2021 نعلن اكتشافات جديدة عن الكوكب الأحمر. عندنا 3 أجهزة علمية، جهاز حراري اللي هو الإميرز، عندنا الألترا فايلت الأشعة فوق البنفسجية جهاز مختص بهالشيء، وكاميرا التصوير مو فقط للتصوير ونقول إن إحنا وصلنا، لا بتطبيقات علمية أيضا. والمسبار بيكون حجمه حوالي 8 أمتار في 3.5 أمتار بوزن 1.5 طن. وهذا هو حاليا اللي شغالين عليه، وان شاء الله يعني بتشوفونه خلال سنه ان شاء الله بتشوفونه. حاليا احنا بس نستكمل الاجراءات الاختبارات، وهذه بس يعني نبذه عن المشروع. فبهذا حبيت اني اختم حديثي، وسامحوني على الإطالة، وشكرا.